اهتمت الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية بجهود الولايات المتحدة لمواجهة الصين وأزمة الهجرة في المكسيك. ففي أمريكا كتبت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستحقق أكبر توسع عسكري لها في أوروبا منذ الحرب الباردة، بما في ذلك أول وجود دائم لقواتها في بولونيا، حيث يستعد الناتو لانضمام عضوين آخرين إلى الحلف ردا على الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا. وفي السياق ذاته كتبت نيويورك تايمز أن الناتو أظهر تصميما متجددا للوقوف ضد روسيا، وكشف النقاب عن رؤية استراتيجية جديدة قوية تجعل موسكو هي الخصم الرئيسي للحلف. وأشارت اليومية إلى أنها المرة الأولى التي يصف فيها الناتو الصين بأنها تحدي استراتيجي، مبرزة أن الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للناتو تمثل تغييرا جوهريا مقارنة بعصر ما بعد الحرب الباردة. وفي المكسيك كتبت ميلينيو أن حكومة كل من المكسيك والولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس توصلت إلى اتفاق لتعزيز التعاون والعمل بطريقة منسقة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية، لا سيما بعد تنامي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة. وأضافت اليومية أنه بعد اجتماع بين ممثلي الدول الأربع في السفارة المكسيكية بالولايات المتحدة، تم الاتفاق على خطة لتنسيق استجابة إقليمية على ضوء الحادث المأساوي الأخير، مشيرة إلى اتفاق البلدان على العمل في نطاق الصلاحيات الخاصة بكل بلد على التعاون في التحقيقات التي تقودها حكومة الولايات المتحدة بخصوص الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أزيد من 54 مهاجرا سريا في سان أنطونيو.